تحولت الأيام الموسيقية التي يقيمها معهد محمود العجان للموسيقى في ذكرى تأسيسه إلى احتفالية موسيقية تجمع جمهور اللاذقية مع نفحات من الموسيقى العالمية بأداء احترافي لطلابه لا تخلو من مفاجأة فنية يحرص أساتذة المعهد على تقديمها كل عام. نحن كل سنة عم نحاول نضم أفراد جديدة لهيدي. أول شيء كنا فرقة نشتغل شيء موسيقى عالمية، بس يعني نتخصص بالموضوع الكلاسيك. هي أول حفلة بنعملها هيك، فتجربة كتير رح تكون مهمة لإلنا، وإن شاء الله نكون نلاقي صدى لهذا الشيء اللي عم نشتغله لحتى نحسن نكفي فيه. يعني هو نتيجة تعب 6 سنين بالمعهد، يعني الاساتذه والمشرفين على المعهد تعبوا كثير لحتى وصلنا لهالسويه. نحن كلياتنا اجتمعنا من معهد محمود العجان، وانه قلنا تقريبا 2 سنين بنعزف مع بعض، فنحن قدمنا بالاول حفلات على مستوى اللاذقيه، نجحنا وقدرنا نقدم بلبنان على الاربز جت تالنت، وكانت كثير تجربه حلوه لانه نحن هيك قدمنا على مستوى الوطن العربي. كان عمل شوي جديد باللاذقيه اللي هو اوركسترا الجيتارات. الغاية منه هي الشغل الجماعي للطلاب، يعني مثلا انه ما يكون في انفرادية بشغل الاوركسترا، يعني كل الاوركسترا عم تشتغل صوت واحد، صوتين، 3 اصوات، رتم مع باصات، عم يطلع شغل متناسق جماعي. وثانيا اللي بتتقوي فيهم روح الجماعة. وصلنا هلأ عم نشتغل عليها، صرنا شي 6 شهور. معهدنا بلش ب100 طالب، وهلأ صار عدد طلابنا 600 طالب. اليوم رح نطلق نواة أوركسترا كلاسيك، كلها مقطوعات عالمية مع آلات رح تشوفوا أنه غربية، ورح نطلق أوركسترا جيتارات، هذا جديدنا لهذا العام. معهدنا كبير، عجزنا عدد صفوف اختصاصات. هدفنا نعمل جيل واعي، نحافظ على الحالات الإبداع اللي عنا بهاي المحافظة ببلدنا.